كانت جدران المخيم عبارة عن مساحات عامة أو عبارة عن مشاع، ولم تكن خاصة للأهالي. لم يمنع أحد من الكتابة على الجدران، بل كان هناك اتفاق ضمني بأنها جزء من الحياة المشتركة التي عاشها أهالي المخيم بحكم الظرف الصعب. فتحولت الجدران شيئا فشيئا إلى كتاب يحكي قصص الأهالي. في الانتفاضة الأولى كانت الكتابات على الجدران من أهم الطرق للتعبير عن آراء الأحزاب وطريقة لنشر الوعي والتعبير عن الصمود، فكانت تكتب عليها دعوات الإضرابات والشعارات السياسية. فيما بعد أخذت فكرة الرسم على الجدران بالتطور الذي جاء على يد الرسام ناجي العلي. رسوماته كانت تعبر بأسلوب رمزي عن معاناة الشعب وضرورة نهوضه للمقاومة. وبعد الانتفاضة الثانية يصر الفنانون على أن دماء الشهداء لم تذهب هباء، بل إن كثرة الشهداء في المخيم هي رمز كرامة، ويعبرون عن ذلك بشكل واضح على الجدران. المخيم ليس متحفاً، فالمتحف يخرج الأشياء من واقعها، والمخيم هو تعبير مكثف عن واقع لم يخرج عن سياقه حتى بعد 65 عاما من اللجوء. وهنا كانت الفكرة بأن نعطي جدران المخيم الرمادية الفرصة للتحدث عن الحكايات من وجهة نظر الشباب وليس من وجهة نظر الأجيال التي سبقت. ومن خلال هذه الجداريات برزت شخصية حنظلة لناجي العلي، ولكن هنا حنظلة الطفل الذي ولد سنة 1948 أصبح كهلا كبير السن يسير مع حنظلة الطفل الصغير. فالجداريات ليست مجرد رسومات، بل هي مشاركة مجتمعية وحية، حيث لها قيمة أكبر من قيمتها كمادة، وهذا المعنى الحقيقي للملكية في المخيم.